جديد نحييكم في الجزء الرابع والاخير. الحديث لا زال مستمرا متواصلا حول نادي شبيبه القبائل. طبعا كلنا مع الشبيبه يوم الاحد بعون الله. مصطفى مازوزي في هذا البلاطو في هذا المنبر بنفس الصحفي وبنفس الديكور تحدثنا عن شبيبه القبائل، قلنا اداره او قلتم بان اداره فاشله، لاعبين مغمورين ليس بامكانهم الذهاب بعيدا. اليوم هذه الاداره ردت بالنتائج، وصول نهائي كاس رابطه، وصول ان شاء الله الى نهائي كاس الكاف، لاعبون رفعوا التحدي، لمسه مدرب واضحه. ماذا يمكن تقول حول هذا الانجاز الباهر؟ عرفنا انا ما نوليش نغور، نكوني مارشاري الفرز، مارشاري مكسر. انا اطرح سؤال فقط. انا في البلاطو هذا كنت من الاوائل اللي انتقدوا سياسه ملال، قلت لك ما كان ني بروجي ني ريكروتمون مليح. انا جي تريتي لي جوا اللي جاب، قلت لك دير نيفو دو كارتي ايجو لو مانتيان. سمح لي الى ركروتي اون جوار سمح لي كامل الى ركروتي اون جوار هكذا الى ركروتي اون جوار جوج برك ملي يلعبوا هكذا صح. وانت كي تركروتي اون جوار وكان عندك بروجي، كيفاش تركروتي اون جوار؟ سافو دير ما تثقش في الفريق تاع العام اللي فات. كي دير البيلون اليوم شكون هو يلعب؟ لي جوار تاع العام اللي فات، لي جوار دو لا سيزون باسي. نعطيكم ان اكزومبل، كاين واحد جوار مسكين ما على بالك ما خلاوش يلعب، وليد بن شريفة صاحب مالك. وليد بن شريفة إلا ليبيري قال له فوزت ليبيري باسكو الصالير تاعو كبير، على بالك نقصوا له الصالير تاعو ب 60% صحيح باش قبلوا يردوه. اليوم اللي لو ميور جوار، واش حبيت نقول لك؟ حنا اون بارلي دو لا جيسيون تاع كارتي، اون بارلي. شوف نعطيك ان اكزومبل، شوف المسار هذا تاع 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 شبيبه القبائل، لا فينال تاع ان شاء الله لا كوب دو لا كاف، ولا فينال تاع لا كوب دو لا ليغ، ماشي لا كوب دالجي، لا كوب دو لا ليغ. هكذا الفضل، ثم الفضل يعود اولا الى الطاقم الفني على راسهم المدرب دونيس لافان، وثاني اللاعبين. تقول لنا اللاعبين تاعهم الان؟ لا 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 اللاعب ما فهمتنيش، قلت لك لي جوار لي ريكروتا ما عندهمش النيفو، نيفو دو كارتي. اسمع واحد ما يحرفني، ديروا الفار فهمتني. ليكيب تاع لاني باسي لعبوا لا كوب دو لاكاف، لعبوا مع الرجاء، لعبوا مع ليست تونس. انا نقول لك وكان هو ثق فيهم ما يجيبش 11 جوار، كي شاب ليك المستوى تاعهم ماشي ملاح اللي تي اوبليجي يلعبوا هذا لي جوار. داير في الديربي دو سيزون كي كنا ننتقدوا يا في سي جور لي طرواز اونترينر اي لا اون كيلو، جبنا من بوزيدي الكارثه، بوزيدي جابو جي اس كا، دونك ما كانش بروجي. اليوم لي ريزولتا هادو، سمح لي سي لافان، سي دابور ستاف تكنيك، اونسويت لي جوار، سورتو انا ما نقدرش. انا لي مضرا في لي مومون ديفيسيل ندير له هو حقك. كاين انصار على بالك سي لا بروميير فوا في جي اس كا اللي تصرا الانصار اللي مدراهم يخلصوا دي ستا دي ديبلاسمون حسين في وقت حنا شي ما شفناهاش الله يرحمه هكذا. وكاين مناصرين نعطيهم الصحه في المومون ديفيسيل جاو، نسيت لك انا واحد بوتيت ما يقبلش عاشور شلول، هذا سي تان اوبيراتور ايكونومي في تيزي وزو، راهو يمد دراهم كبار. كاين ثاني عوده عزيز خيال بعد مشادات مع الرئيس باسكو يسالو دراهم عاود ولا هاوي كونتريبي. دونك شوف انا سيبورت تاع لا جيسكا، عند نقول فيف جي اس كا، يعني سيبورت تاع لا جيسكا قولوا فيف جي اس كا با فيف اكس نا ايغري. فهمتني شريف او حسين العرفي، الحديث عن لمسه مدرب دينيس لافان وغير اللاعبين، عطى لهم الوصفه، عطى لهم الخطه. بالفعل شاهدوا لهم شبيبه قبائل مختلفه على بدايه موسم، الكل كان ربما يتنبأ بموسم صعب وأسوأ، لكن اليوم النتيجة خليني أقول لك برافو اليوم لهذه اللاعبين اللي رفعوا التحدي. هي دائما احنا نرجع للموقع ولا هذيك العبرة بالخواتيم. صحيح توتر. لأن علاش في البداية الناس كامل تهدر، والناس كامل تهدر واش تحب، ولكن العبرة بالخواتيم. أنت كتشوف النتائج اللي راهي يحققها اليوم الشبيبة، كاين بزاف عوامل راهي داخلة فيها، ومن العوامل هذه كاين المدرب اللي راهو يقوم بعمل كبير. شفتوا قراءة اللعب كيفاش يوازي المقابلات، سواء داخل تيزي وزو ولا خارج، يتعامل مع المقابلات كل ذكاء. اليوم ثانية المدرب هذا لازم ثاني نعطوا له حقه، راهو يقوم في عمل جبار. نتمناو إن شاء الله الاستقرار في الطاقم الفني، لان علاش هذا مشروع نقدروا دايما تاع فريق شبيبه القبائل. اليوم راهم كاليفي الكاس كما نقولوا احنا هذه تاع الرابطه، وان شاء الله لاكاف كور كوابا، نتمنوا هذا الشيء. هذا الشيء بالك راح يخلي الشبيبه راح تكون راح تفتح باب واحد اخر، اللي هو
دائما كل موسم تلعب على نروح الملك أصلا قبل ما جيلك مصطفى مازوزي ساترك لك أنت تحدث طبعا ما تريد الحديث عنه ملك أصلا كيف تشوف المواجهة يوم الأحد بعد الفوز بثنائية مقابل هدف في يواوندي اسمي في دينبات بليسي هذا واش نقول سي فيري داروا غران با مي هو حضروا من رده الفعل باسكو حين يلعبوا توبو كوب لو تو باش يعاودوا يولوا في النتيجه الكوتون سبور ماشي فريق سهل مالغري كو لوجي اسكا كانت متفوق عليهم كل النواحي ويكون قادرين نعاودوا نولوا بالنتيجه اثقل لازم لاعبين يدخلوك بيان كونسونطري وهذا هو المومون الصعيب للمدرب والمدرب لو كان 100% لو كان تقصير هذا هو المومون الصعيب عليه باسكو باش يغاردي لي جروب لا كونسونطراسيون اكستريم قعد لهم هذا الشوط لازم ان شاء الله يكونوا في المستوى مالك اصلا نصيحتك للاعبين هم يسمعوا فيك الان باش تقولهم كنصيحه ككلمه تشجيعيه تحفيزيه نصيحتي بون اللاعبين انا قريت شفت القبائل اللاعبين ما على بالهم باللي لازم كونسونطراسيون قلتها سي كونسونطراسيون وياخذوا بالنصائح تاع المدرب تاعهم باش يقدروا يديروا انطام مليحه في الماتش ويجيبوا هاد لا كاليفيكاسيون 100% باش نلعبوا النهائي وبوكوا با يجيبوا لا 8ام ايتو ان شاء الله للجزائر ان شاء الله قبائل منتخب القبائل وكما قال مصطفى لازم نشكروا العزيز خيال وعاشور شلول وكاين بزاف ناس اللي مدوا الفريق شبيبه وراهم يخدموا حتى لي سيبورتر تاع الجاليه في لي ايتازوني في فرنسا لمو دراهم داروا كاليوت برافو برافو حسين عرفي عندك تدخل او تعقيب حتى نغمي لف شبيب القبائل تفضل لا انا راح نضيف صوتي برك لصوت مالك ونقول اللاعبين اليوم راهم على موعد مع التاريخ ان شاء الله مقابله تاع شباب الوزداد راهي في الاذهان كيفاش كانت فازت هنا في المقابله تاع الذهاب وين كنا في المقابله تاع العوده كنا نستناو باش الشبيبه ولكن شفنا سيناريو مغاير الان اليوم نقدر نقولوا احنا اللاعبين تاع الشبيبه ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار التركيز لازم يكون عالي في المقابله هذه باش يروحوا ان شاء الله كل توفيق طبعا لنادي شبيبه القبائل بقى معنا ملك اصلا لان الان سنتحدث طبعا عن نصر حسين عندك اضافه مصطفى على جي اس كا باسكو اليوم سي لانيفيرسير 25 جوان سي لانيفيرسير تاع لاساسينا دو الناس معطوب ما نقدرش ما نتكلمش على ملعب تيزي وزو انا والله غير وزير الشباب والرياضه كي دار لجنه التحقيق على ما سموه سكوندال تاع شوا انا بور مو سي با سكوندال شركه دارت حفله للعمال تاعها لعبوا شويه في لابولوز معليش يديرنا كوميسيون دونكيت على الصطاد هذا صافي 11 سنه مازال ما خلاش وهذيك لابولوز قريب نجيبوا البقر يرعوا فيها انا داك لا شونسون مصطفى لا لا باسكو سي غراف حنا باسكو صافي توطفي حقك لا هذا الصطاد هذا رانا نستناوه باش شبيبة القبائل تاع لوتر ديمونسيون ان شاء الله تلعب فيه مي كي نشوف انايا ريال بوجي قلت لك قريب يجيو البقر ياكلوا الحشيش تما دونك على بالك بلي رانا نديروا ديمارش باش نسميو الصطاد معطوب للناس دونك ماذا بهم يخدموا شويه ولا هايليك لا جي اس كا درك plus que jamais هي تريبريزونتي الجزائر دينيومون ردوا لها الصف احسن تمثيل هاي كان يروح شويه مصطفى طلع لنا شويه اسامه طلع لنا شويه تلعب بيتا يا بحري مالك تسمع يا اشلا مالك كل توفيق طبعا لشبيبة القبائل ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله التاهل طبعا لنهائي كاس الكاف ان شاء الله يا رب ان شاء الله طبعا هذا ما تعلق بشبيبة القبائل الى فريق اخر بداية موسم صعبة ونهايته صعبة ولكن بدأ يسترجع عافيته طبعا في الجولات الاخيرة على ما يتعلق بنصر حسين داي ينعش حظوظه في البقاء بعد الفوز الاخير حسين عرفي ضد اتحاد العاصمة بون نقدر نقولوا احنا اليوم فريق نصر حسين داي راه بدا يصيب هذوك المعالم تاعو اللي فقدناها بالك في المقابلة الفرطة الحمد لله اليوم الفوز جاء في وقته امام اتحاد العاصمه هو ديربي ديربي دائما يرفع لك المعنويات ويخليك تبريباري دون وين في الدربي بريزون النصريه في الدربي الحمد لله في اصعب الاوقات النصريه حاضره هذيك لا غرينطا هذيك الروح موجوده هذه تقاليد تاع فريق نصر حسين داي دائما يكون بريزون في في في, في, في كيما نقول احنا مقابله تاع الدربي وين اليوم زدنا اكدنا هذا الشيء
ولكن الشيء اللي بقى لنا احنا اليوم لازمنا نزيدو ناكدو في المقابلات القادمه، لان علاش احنا رانا في كما نقول احنا في تورنو شويه صعيب. عندنا مقابله قادمه ان شاء الله شبيب تكون شباب الثوره، شباب الثوره يلعب ثاني على المراتب الاولى، راح تكون مقابله ثاني قويه. احنا ماذا بينا احنا فريق نصر حسين ده يدخلها كانها مقابله تاع دربي. طبعا بدايه موسم حديث الاداره عن موسم استثنائي على اللعب من اجل اللقب، بعدها مشاكل حدثت في الفريق، تغييرات في المدربين، وش اللي ما خلاكمش هما كلاعبين خليني اقول لك تمدوا هذاك ما هو مطلوب منكم بكل صراحه؟ هل الاهداف التي حددت من الاداره في بدايه الموسم اللي وضعتكم خليني اقول لك وضعتكم في خانه الضغط، يعني عشتوا ضغط رهيب وكبير بكل صراحه؟ هذا الشيء واضح. تسمى اي محب لفريق نصر حسين داي كان يتمنى وما كانش كيما نقولوا احنا يشوف بالك الانطلاقه اللي درناها كانت انطلاقه غير موفقه نظرا بين بعض المشاكل اللي صارت لنا وتغيير المدربين، وكانت بالك الاداره ثاني خالفت بعض الوعود، ولكن هذا الشيء خلانا احنا نفقدوا هذاك ماشي الرغبه ولكن نقولوا احنا لي كاباسيتي نتاعنا 100%. سما دائما تلعب وكل مدرب يجي بطريقه، كل مدرب يتقدم يجي بطريقه خاصه. هذا الشيء احنا اللاعبين ما خلاناش نكونوا 100% في المستوى تاعنا. واش يتغير كل صراحه في الجوله الاخيره بكل صراحه؟ هل حضور رئيس النادي بشير الجملي شاهدته مؤخرا في ملعب عشرين اوت يعطيكم التحفيزات، اعطاكم منحه بعد التعادل ضد شباب بالوزداد، وبعدها عوده بنقطه من شلف، وبعدها فوز ضد اتحاد العاصمة، هل قولوا لمسة مدرب أم حضور الرئيس الفعلي والحالي نصر حسين داي أعطى اللاعبين خليني نقول لك موتيفاسيون بوزيتيف؟ هي دائما كما احنا نقولوا من ناحية الأموال، دائما اللاعب كي تكون زعما أجور معاه دائما يكون في بيان سور اكزاكتومون سي سا، باسكو علاش أنت تشوف لاعب ما راهوش إنسان راهو عنده اللي يخدم على عائلة على اثنين على ثلاثة وعنده امور شخصيه لي اليوم، ولكن دائما كيكون في التاخير في الاجور دائما يكون بيرتورباسيون بارابور للبريباراسيون تاع لو ماتش. الوغ تشوف اللاعبين هكذاك، ولكن احنا شفنا في الاونه الاخيره اليوم الرئيس راهو بريزون راهو حاضر في المقابلات، وشفنا ثاني العمل الكبير اللي راهو يعمل فيه المدرب يعيش وجنب كيما نقولوا احنا بالعقليه هذه كل لاعب حملوا المسؤوليه بطريقه غير مباشره. صحيح. خلتنا احنا كلاعبين الخبره ولاعبين على غير ناجي مفتاح كاين لاعبين يايا حملنا المسؤوليه بطريقه غير مباشره، هذا الشيء بالك اللي خلانا احنا نزيدوا نكونوا في المستوى جيد. ملك اسلا انت ابن حي حسين داي، انت ابن الفريق لعبت الفريق وتعرف ما يشعر به المناصر الوفي لفريق نصر حسين داي للملاحه النصريه للنهد واليبوك المهد. كل صراحة هذا المناصر كان ليزان معاش الفرحة، فرحة التتويج بكاس جمهورية وفرحة التتويج بالبطولة، وما عاش فرحة إلا فرحة الصعود فقط إلى القسم الأول. هنقول اليوم على المسيرين الحاليين أو أي مسير في نصرية يكون في مستوى تطلعات هذا المناصر اللي يعشق ألوان الملاحة بكل صراحة؟ هي أول اللي كان خزان ومازال خزان تاع المنتخب الجزائري هو لازم يكون في المستوى بيان سور. الموديل الجمهور دائما يطالب سيرتو لما جا ولد الميرلي وين عطى جاب لاعبين وعمل حركه في استدامه صح صح طبعا الحق له فينال وفي الشامبيون كانت انتري طبل سي بوسا طبعا لا نستمع جيدا الملك اسلا. ملك الو تفضل لا نستمع اليك جيدا تفضل. قلت لك لا رياكسيون هذه تاع الجمهور اللي طالب بالنتائج يعني باش تكون الفينيسيون بان تيتر سي باسكو كانوا عندهم ان كود ديناشوفي وين لحقوا وما داوش سي توت افي نورمال تكون لا رياكسيون هذه. وهذه لا رياكسيون هذه على اونجوندري لي ريزولتا نيجاتيف وتذبذب وصراو اكيد فيها شويه مشاكل من ومن. واش نقول لك لازم واحد يكون على قد المسؤوليه سيرتو الجمهور عنده الحق يدوموندي باش يلحق للبير ويشرب هما النتائج والتتويجات هذه هي. ملك عسى بكل صراحه حتى لا احرجك، هل انت مع فكره الانصار يطالبون بتغيير الاسماء بتغيير المسيرين بتغيير الاداره؟
ام ترى بان الاداره قدمت كل ما عليها ولكن النتائج خانتها او المحيط خانها بكل صراحه؟ لا حتى لا نظلم اي طرف، لازم تكون العقلانيه، لازم صحيح. تكون العقلانيه في المطالب هذه، لازم تروح بالعقل باش الفريق ما يهبطش، خليه يجيب لو مانتيان تاعو ومن بعد لكل مقام مقال، وواحد شغل يبين واش كاين هذا معك، باسكو هو انت كي تشوف ولد ميلي انا قلت لك جا الى دوني ان بلوس حبك نشوفوا الفريق كيفاش اللاعبين اللي كانوا يروحوا للنات واش كانوا يديروا، سيتي كي لعبوا كونتر النات ديروا لهم 1000 حساب، صحيح ديروا لهم 1000 حساب بيان سور، وعلى بها الجمهور راهو يطالب بان بلوس، هذاك لو فان اللي ناقص لازم يزيدوه، هذا سي تو طافي وحق مشروع من الـ من الـ من الجمهور، وان شاء الله يطلبوا يحققوا لهم المطالب هذو، ما باسكو فريق نصر حسين داي انا تربيت فيه ككرة سلة، تربيت فيه عطاولي لا شونس وين بنت، وانا خرجت جيد عندي الحظ وين خرجت من هذ الفريقين هذو الكبار. جيد، ولكن نقولها ايضا للمره الالف حتى نظلم اي طرف، من عقل مناصر بالفعل ان يطالب بلقب، تصوروا منذ 79 اخر لقب لفريق نصر حسين داي، من حق هذا المناصر ان يفرح وان يفتخر بفريقه الذي يلعب من اجل المراتب الاولى، ولكن حتى نكون منصفين، حتى هذه الاداره بقياده هذا الرئيس قدمت اموال، لم تكن ازمه اموال في نصر حسين داي منذ 8 الى 9 سنوات حتى نكون منصفين ونعطي لكل ذي حق حقه، طبعا على ولد زميلي يتحدث سواء بشير او محفوظ، لكن في الجهه المقابله حتى يعلم الرئيس الحالي لفريق نصر حسين داي بشير الجميلي أن مشكلة النصرية هي في المحيط الضائر بالنادي اللي راهم داخل النادي، المسيرين الفاعلين في انتدابات في الأسماء، المسيرين ربما فيهم اللي ما يحبش الخير للفريق، البعض الموجود في نصرية حسين داي لا يناصر نصرية حسين داي، وأنا أئم أقول لا يمكن لك اليوم أن تأتي بأموال وتقدم أموال لأطراف في آخر المطاف، هذه الأطراف تخون الفريق وتخدع الفريق وتخدع المناصر، لان هنالك ما هو موجود اللي متواجد في فريق نصر حسين داي من يناصر فرق اخرى، يناصر اتحاد العاصمه، يناصر شباب القبائل، يناصر شباب الوجدات، لذلك اليوم فريق وبحاجه لهويه، لحاجه بكيان من يحب الخير لفريق نصر حسين داي. مصطفى مازوسي لا كي يشوفوا المشاكل في ملاحة حسين داي، انا نقول بلي مشاكل تقنيه، جو بونس كو سي سا نا با مارشي سو البلان تكنيك، بون سي فري كانت ازمه ماديه، بصح انا جي في ليكيب تاع النات كنا نحسوا بلي كاين دي بوتونسيال، مي اللاعبين تاثروا بالمحيط، اثروا بالمحيط كي يسمعوا للكليفاج اونتر لي ديريجون، هذا هو المشكل تاع جميع ميشيل بلان جو، كي تشوف ملاحة حسين داي ايزون دي بوتونسييل وعندهم دي جوار اكسبيريمونتي كيما حسين العرفي كيما اسمو ربيع مفتاح اكسيتيرا، دونك ان شاء الله يقعدوا في القسم الاول في الاسم، باسكو لو ناد كوميم سي تي ليكيبا غران بوتونسييل، وتغيير يكون فعلي طبعا في المحيط الضائر طبعا بالنادي. حسين العرفي مسيرة ثرية، اسمح لي حسين العرفي مسيرة ثرية وعطاء متواصل في الميادين الكروي، هذا العنوان الذي اخترناه لك نظرا لمشوارك الرائع، كيف تقيم مشوارك بكل صراحة؟ لعبت لي نوادي كبيرة وعريقة. والله الحمد لله انا اليوم انا راني راضي على كيما نقولوا لعبت المنتخب الوطني ايضا استدعيت من الحمد لله انا اليوم راني راضي على المسيرة تاعي هذه، لانه علاش هذا كل شيء كما نقولوا هذا مكتوب ربي، واش لعبت في الفرق اللي لعبت فيها الحمد لله جي دوني افون سي لو بلوز امبورطون، كي تشوف انت كي تخرج من فريق وين تكون تخلي بلاصتك نقيه سي لو بلوز امبورطون بور ان جوور اللي يلعب سواء هنا في البطوله الوطنيه ولا في الخارج، دائما كي تشوف بار اكزومبل الفرق اللي لعبت فيهم وين تشوف الناس مازال تحترمك وتقدرك، تعرف تما بلي فوت الباساج تاعك كان بامتياز الحمد لله. ملك عسلة، هل عندك حادثة مع حسين العرفي تحكي لنا حتى نختم معك هذا اللقاء؟ كاين حوادث حوادث زكشي لا تفضل ملك تفضل. حسين العرفي كان يقرا كتابات بالطليانية، الله يبارك أكيد عليها ملك. لا نقول لك حاجة برك على المسيرة ديالو، المسيرة ديالو لو كان لا غالب هو ما كانش بيدو، كانت بيد ربي وبيد فارق، كان ما بدلش جياسكا، قعد في جياسكا باسكو كان لو بوم ديالو كان في شباب القبائل، كان يقدر يدير لا كارير تاعو تروح هذه سي لو ديستان، واحد يحمد ربي وصافي بليزير كي لعبت انا معاه.
شفت راني نطلع لك الاعلام تثبت بالطليانيه ما كملتهاش يا دوخني انا ما فهمتش كنت حاب نقول لي بروفيسيونال قدام الوقت كان عم يروح طاليا كان عم يروح طاليا مالك في بوطي شكرا لك مالك شكرا لك مالك اسلم بارك الله فيك وعطلة سعيدة ممتعة في دبي الإماراتية شكرا حبيبي شكرا هي فرصة في كل مرة نتصل بالعقبي بأسامة الدرفلو بعز الدين دوخة اليوم مع ملك عسلة لاعبين متواجدين طبعا عبر الحائل المعمورة حتى نطمئن عليهم عندك كلمة شهادة شهادة الملك عسلة يعني أنا بور موا سي لازم يتواجد في الفريق الوطني يعني إجحاف ما روش في الفريق الوطني ما ندخلش في خيارات تاع المدرب بالماضي نحترموه كثير بصح واحد كيما مالك عسلة الى في دو سيزون اكسيبسيونيل في العربيه السعوديه وعلى بالي على راهو في لا ليست لارج على كل حال لو تيمونياج اللي نقدر ندير على العرفي في مقابله شبيبه القبائل مع الاهلي المصري في 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 كايرو ستاديوم على بالك كايرو ستاديوم حسين العرفي دخل في الشوط الثاني وانا كنت في المنصه الشرفيه مع 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 صحفي مصري صحفي مصري كان المردود تاعو هائل عباك واش كان يقول لي مين اللاعب ده قلت له هذا اللاعب جاء من القسم الثاني في الدوري الجزائري قال لي مش ممكن هذا مش في الفريق الجزائري وكاينه حاجه بزاف لي جوار ما عندهمش ثقافه تكتيكيه شوف حسين العرفي كاع لي سيليكسيون اللي جازوا في الفريق الوطني كانوا يكونفوكيو على باسكو سي جوار ديسيبليني تكتيكمو ديسيبليني ثاني مورالمو طبعا حسين العرفي تبقى لك احسن ذكرى قالت لك في مشوارك الكروي والاسوء والله شوف انا بالك احسن ذكرى بالك تقدر تكون اول تتويج تاعي اللي كنت انا في شباب في نادي بارادو اول موسم تاعي مع الشبيبه فزت بكاس الجمهوريه هذه بالك راح تكون اول تيتر تاعي مع اتحاد العاصمه تاسست النهائي مع اتحاد العاصمه الحمد لله لعبت اربع مواسم في اتحاد العاصمه ربحت خمس القاب الله يبارك كنت تواجدنا في نهائي كاس رابطه ابطال افريقيا بيان سور وان رابطنا هذيك كاس افريقيا بالك هذا كل شيء اللي نتاسف عليه اسوء ذكرى الحسين اسوء ذكرى هذيك كان رابطنا كاديك اللي رطيت هذيك كلمه نشهدوا في بعض الصور كلمه الاخ تاعك لعب شباب قبائل واش النصيحه تقدمها له عبر برنامج حكي بالو والله النصيحه اللي راه نقول له هنا العمل هو كيما نقولوا هو ثمار النجاح الانسان دائما لازم يكمل يخدم المسيره تاعك باش تكون حافله بالالقاب لازم تلقى فيها صعوبات اي صافي بارتي جيد كلمه لانصار نصحوا سيداي في 10 ثواني فريق الانصار تاع ناصر حسين دين نقول لهم اليوم لازم يتلفوا بالفريق تاعهم علاش حنا كلاعبين رانا محتاجين لهم حنا اللاعبين بلا الانصار ما عندها حتى معنى وقفوا معنا ان شاء الله الفريق راح يكون في ايادي امنه وحنا ان شاء الله راح نكونوا في المستقبل ان شاء الله وعلى المناصر يدرك بانه اليوم في رئيس واحد هو الذي يصرف طبعا من اموال وتمنى كل المحيطين ايضا يصرفون من الاموال حتى نعطي لكل ذي حق حقها مصطفى مازوزي شكرا جزيلا لك كنت سعيد الوقت دهمنا الباك نحي لك 5 دقائق من وقتنا فازي لا باسكو مقبله كي قلت لك على الشباب تلقب استان سامبول نحكي هذه في الوقت مصطفى دهمنا معنا ما نحكي وعطينا كاش كلمه ختاميه الله يحفظك ختاميه ان شاء الله شباب تلقب تفوز بكاس الكاف وباش تهديها على روح معطوب للناس وحتى ما حشيف حنا شي ثاني ان شاء الله جميع لي مارتير تاع لاجيا ان شاء الله تحيه طبعا من الاب والام كحلي وابو لحيا لابنهما كحلي محمد اللي تحصل على شهاده السانكيام سكماني بمعدل 9.60 بتقدير ممتاز يتمنوا له كل التوفيق وحنا نهنيوا هذا الابن كحلي محمد تحيه لبخاري لؤي دعدع ابن اخينا وحبيبنا وصديقنا ومتتبع الوفي الاب يزيد بخاري تحيه لبخاري لؤي تحيه لوليد رايسي المشرف على هذا البرنامج العمل الكبير اللي قام به في اعداد هذا البرنامج اسامه قاسم شكرا جزيلا لك تحيه من كواس الياس مهندس الصوت لهذا البرنامج برنامج حكي بانون بقناه البلاد لسلمان التموسي بعين عبيد بقسنطينه لازم يحيي نسابه العزاز وطافي نورمال كادر حبيبنا المصور وايضا المصور الاخر لا اعرف اسمه لا تعطينا اسمه اسامه قاسم عبد اللي تحية له شكرا للأوفياء شكرا للمتابعين نلتقي يوم الاثنين في عدد جديد من برنامج أحكي بالون كل توفيق لشبيبة قبائل يوم الأحد بحول الله.